السلام عليكم مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنبتدي الدرس بتاعنا من التراث النسبي. طب هو ايه التراث ده؟ يعني احنا بنتكلم على شخصيات معروفه عندنا، والشخصيات دي ليها قيمه وكل الناس كانت بتحبها. هنتكلم النهارده عن نجيب محفوظ. شايفين صوره نجيب محفوظ كده؟ والصوره دي ليه لما كان روائي وكان معروف والناس كلها بتحبه. هلاقي حد بيقول لي يعني ايه روائي يا ناس؟ عارفين ماما بتجيب لنا قصه في ستيب كده عشان نتسلى فيها واحنا قاعدين في وقت فراغنا؟ هي مش القصه دي بنقراها بيبقى فيها حدوته طويله ونقعد نقرا في القصه وعايزين نعرف النهايه ونبقى مستمتعين فيها؟ اهو روائي يعني هو كان بيكتب الروايات اللي هي القصص اللي احنا بنقراها. بس القصص دي كانت قصص كبيرة، وكانت الناس اللي بتقراها كلها اللي بتحب القصص بتاعتها. طب هو بما ان هو كان روائي وكان بيكتب قصص قيمة، فهو أكيد حصل على جائزة قيمة. إيه الجائزة اللي هو حصل عليها؟ جائزة نوبل. والجائزة دي مش أي حد طبعًا بياخدها، لأن الجائزة دي معروفة إنها قيمة جدًا، مش أي روائي أو أي حد بيكتب قصة ممكن يحصل عليها. طب هو خد الجايزة دي ليه؟ علشان كتب الثلاثية الشهيرة بتاعته. ويعني ايه الثلاثية؟ يعني رواية متقسمة لثلاث أجزاء. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ايه هما ثلاث أجزاء؟ السكرية وبين القصرين وقصر الشوك. وكانت الرواية ديت متقسمة لثلاث أجزاء اللي بنسميها الثلاثية، كانت من أشهر وأفضل أعماله في العصر الحديث. وهنا لما طبعا اتوفى فكل الناس كانت بتحبه وبتحب اعماله، فكل الناس بصوا ماشيين لو فتحته كانوا زعلانين عليه ازاي؟ تعالوا بقى نقرا الدرس بتاعنا النهارده. نجيب محفوظ. نجيب محفوظ ماله؟ روائي مصري حائز على جائزة نوبل بالأدب. حائز على جائزة نوبل بالأدب. احنا قلنا قبل كده يعني ايه روائي؟ يعني كاتب قصه طويله. حائز على جائزه نوبل يعني ايه حائز؟ يعني حصل على الجائزه ديت. والجائزه دي احنا قلنا كبيره ومش اي حد بياخدها. يبقى انا لو سالتك سؤال وقلت لك من جائزه التي حصل عليها نجيب محفوظ؟ جائزه نوبل. طب حصل عليها ليه؟ لانه كان روائي وكان معروف، والجائزه دي حصل عليها في الادب. طيب من أشهر أعمال الثلاثية؟ يبقى هنسأل سؤال تاني، إيه أشهر أعمال نجيب محفوظ؟ الثلاثية. طب وليه تعتبر الثلاثية من أفضل الأعمال؟ هنقول الثلاثية هنا من أفضل الأعمال، من أفضل الروايات في الأدب العربي في العصر، الأدب العربي الحديث. يبقى هنا لما أقول لك ليه الثلاثية كانت مشهورة في الوقت بتاعنا؟ ليه؟ أو اشتهر بيها ليه نجيب محفوظ؟ لأنها كانت من أفضل الروايات في الأدب العربي الحديث. وكده سنة تانية نبقى إحنا خدنا مع بعض نجيب محفوظ. يلا السلام عليكم. الله يفتح عليكي، جميل.